السلام عليكم نواصل مع حكمة الغرب برتراند راسل الفصل الأول قبل سقراط وصلنا إلى السفسطائيين أو السفسطائيون هؤلاء السفسطائيون عاشوا في أثينا في النص الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد شغلوا لك مناصب عديدة هؤلاء مصيبة يعني كل عزر الطعم تجد عندهم سفير معلمين خصوصيين مستشارين علاقات عامة تجدهم محاضرين تجدهم ممثلي مسرح مخرجين كاتبين خطابات فلاسفة خطباء ليليين حتى أطباء نفسيين كل هاي الأمور في آن الواحد قد يعني ممكن سفسطائي واحد يجد كل هاي الأمور أو مثلا لربما يشغل مجموعة من عدن في معظم الحالات على الأقل لكن مع ذلك لمعرفة كيف كان يمكن لشخص واحد فضلا عن طبقه من الناس ان تجمع لك جميع هذه الوظائف دفعه واحده ويقوم بكل هذه الادوار اعمال شيء ما يشبه شيء تقريبا الى حد ما لمعرفه كل هذا لابد من الابتعاد عن الخلافات الفلسفيه من اجل ان ننظر الى مدينه اثينا وسكانها في ذلك الوقت حتى نعرف كيف هؤلاء الناس برزوا في جميع هذه المجالات. البدايه انه بحلول منتصف القرن الخامس قبل الميلاد تحول ما كان تحالف مفكك تتحدث تتذكرون بالحلقات السابقه تحدثنا عن تحالف مفكك بين اثينا وتحالفاتها واسبرطا وتحالفاتها. هذا التحالف المفكك عند اثينا سوف يصبح بسبب طبعا الحروب بين هذا التحالف والامبراطوريه الفارسيه، هذا التحالف سوف يصبح الى حد ما امبراطوريه مركزها مدينه اثينا. ولذلك يرجع الفضل في ذلك إلى أسطول أثينا وهو ما جعلها إمبراطورية في وقتها غنية كانت الولايات الأخرى الأعضاء في هذا الحلف في هذا التحالف يدفعون لأثينا جزية أنفق جزء من هذه الأموال على أشياء عظيمة لا تزال باقية حتى يومنا هذا من ضمنها معبد البارثيبون هذا العفو البارثينون هذا المعبد اللي لا زال لحد الآن موجود وكان الدافع وراء تشييد معظم هذه الصروح هو تشجيع حاكم مدينة أو حاكم أثينا بشكل عام اللي هو بريكليس هذا اللي كان راعي العلماء حاكم أثينا اللي تذكرون تطرقنا إلى بأحد الحلقات السابقة كان من ضمن تلامذة أو رفاق الفيلسوف نكساغوراس من المفكرين واللي كان يدافع عنه لذلك قال هذا الحاكم حاكم أثينا ما أعظم تلك المعالم وتلك التماثيل التي تركناها في إمبراطوريتنا سيتعجب اللاحقون من كما يتعجب ابناء هذا الجيل كلام دقيق 100% بالفعل سوف لحد الان لا زال تلك الاثار من العجائب سوف يقوم هذا الحاكم في احد خطاباته اللي القاه في ذكرى المحاربين الابطال في المدينه في الخطاب نفسه اثنى بريكليس على الحياه في اثينا التي فسرت طبعا بجانب الثراء اللي بقته كان في مدينه اثنا فسر ظهور هؤلاء الصفصطائيين يقول ان دستورنا يوصف بالديمقراطي لاحظ القرن الرابع قبل الميلاد دستور ديمقراطي ونحن الان دول يعني مثل السعوديه لا يوجد عندها دستور مثل العراق اللي يعني يعتبر ولو هي نكته بلد ديمقراطي دستوره يعني وكان مو الكاتبه سياسيين او مفكرين يعني وكانه كاتبه باسم الكربراي كل اللطم من بدايه نهايته بينما بالقرن الخامس او الرابع قبل الميلاد دستور ديمقراطي فلاحظ احنا كم متخلفين عن يعني عن حتى الدوله اليونانيه او الحضاره اليونانيه في ذلك التاريخ وليس في عصر الانوار او النهضه وغيرها لذلك يقول هذا الحاكم ان السلطه سبب هذا تفوقنا لأن السلطه ليست في يد اقليه او حاكم وانما السلطه في يد الناس جميعا لذلك عندما يتعلق الامر بتسويه النزاعات الكل امام القانون سواء هذا ما نازل عليه وحي ولا عنده كتاب مقدس لكن لاحظ هاي الكلمات اللي سبقت يعني معظم الكتب المقدسه ويقول ايضا عندما يتعلق الامر بتفضيل شخص على اخر في المناصب العامه للدوله لا يهم هذا الشخص اذا كان بنتمي الى اي طبقه بقدر ما يهم قدرات الفرد العقليه نفسه قدراته اللي يستطيع ان يستحق بسببها هذا المنصب لذلك كانت اهم تلك القدرات على الاطلاق في وقتها القدره على الكلام مجادله النخب السياسيه او هيئات المحلفين واقناعها بالقضيه اللي ممكن ان يعني موضوع البحث بقته لذلك تكمن قوه بيكليس هذا حاكم المدينه بشكل كبير في قدرته على التاثير ايضا في مجموعه كبيره من الناس اللي امامه ويجعلهم يقفون الى جانبه في كل الامور فيستمر قائلا انه اهل اثينا نحن اهل اثينا نبني قراراتنا بانفسنا على اسس وعلى تخطيط سليم او نخضعها للمناقشه لاننا لا نؤمن اصلا بعدم التوافق بين الاقوال والافعال، يجب ان يكون هناك توافق بين الاقوال والافعال. اسوء الاعمال هو عمل يتم بدون مناقشه عواقبه. لذلك احب اهل اثينا في وقتها الحجج القويه والمجادلات. حتى احبوا الحجج الرديئه. المهم كان الجدال عندهم في وقتها موضوع مسلي اشتهروا ايضا بالمشاكسه واحيانا كانوا حتى يجعلون من انفسهم ماده مزاح لنفس الغرض هناك قصص ومسرحيات يعني حتى بها سخريه من انفسهم في وقتها كانت الثقافه اليونانيه كالتالي كانوا الفتيه في اثينا يتعلمون القراءه والكتابه والموسيقى يمارسون الرياضه بانواعها التمرينات البدنيه كلها يتعلمون بعض الرياضيات قدر كبير من الشعر الملحمي كانوا يبدأون سن التعليم بعمر السبعة تنتهي مراحل التعليم في أثينا في وقتها في عمر الرابعة عشر أما الفتيات في وقتها فكنا يتعلمنا بعض الأعمال اليدوية فقط أيضا ليس من المستغرب أن يطالب إنسان يعني ممكن يعني يتحمل نفقات التعليم بأن يستمر بالتعليم العالي وقتها كانوا السلسطائيين هم الذين قدموا من جميع أنحاء اليونان اللي يتكلمون اللغة الإغريقية للوفاء بالحاجه الى تهذيب النفس فكريا عن طريق الدراسه مقابل المال، لذلك كان من الطبيعي ان ينجذب اي من متحدثي اللغه اليونانيه من ذوي العلم والموهبه بالكلام ياتون في وقتها الى اثينا. احنا نتحدث عن الاسس المتينه اللي جعلت من اثينا هي القمه. لذلك لنفرض أن رجل لم يكن مواطن اثيني وموجود باثينا. هذا لن... لن يعد بمقدوره ان يتحدث ويجادل على الملا لكن مع ذلك يستطيع ان يحقق اهدافه بطرق اخرى، كان يمكنه يتمكن عن طريق هذه الطرق ان يتمكن من كسب المال وان يتمتع باحترام اهل أثنه وبحسن الكرم والضيافه من خلال تدريس تعليم اهل أثنه عن المجادله، تعليم اولادهم. تسليتهم تثقيفهم في ولائهم الترفيه عنهم في حفلاتهم ازداء النصح لهم تدريس التدريس اللي يجيد مهنه التدريس هذا سوف يحظى باحترام الاثينيين كان من اوائل هؤلاء الذين قدموا من اجل تدريس الاثينيين للحصول على المال بالاشتغال على... بالتدريس هو فيلسوفنا بروتاغوراس بروتاغوراس الذي كان معاصر الى أنكساغوراس وامبيدوقليس واصبح صديقا لحاكم المدينه بتيكليس لاحظ هو قديم لكن مع ذلك آه راح نخليه بخانه خانه السفسطائيون لانه فكرهم يختلف لذلك ظهر باسمه او حتى بشخصه في كثير من محاورات افلاطون لان يعني افلاطون دائما يستخدم اشخاص يا اما بس اسمهم مثل سقراط او احيانا لا قد تكون المحاوره حقيقيه اسم وشخص كان هذا الفيلسوف بروتاغوراس اجى في الاساس الى اثينا سفير كان لبلدته أبديره كما جاء طائيون آخرون إلى المدينة سفراء أو غيرها وبدأوا يعملون في التدريس قبل ظهور هؤلاء الرجال كانت كلمة سفسطائي تطلق على جميع أنواع الحكماء وبالفعل من الغيب أنه حتى بعد هذا الوقت استمر بعض كتاب القرن الرابع في استخدام كلمة استفسطائي إلى الإشارة إلى ماذا؟ إلى الإشارة إلى كل الف... الفلاسفة السابقين حتى طاليس كان يسموه في فيما بعد بدأ تمييز لكن مع ذلك في زمنهم الحد... اللي نتحدث عنه القرن الرابع منتصف القرن الرابع أو قبل الميلاد كانت الكلمة تعني بصورة رئيسية ماذا؟ الذين يعملون في مهنة التعليم في مهنة التدريس مقابل المال وخاصة من عرضوا تدريس المهارات البلاغية والسياسية وكيفية التفوق في المجادلات الأخلاقية والقانونية في إحدى المحاورات اللي موجودة عند أفلاطون يتوجه سقراط وهو اللي قال جمهور أفلاطون وكثير من محاورات أفلاطون البأدبة وغيرها كان الراوي هو العفو أرسطو فيتوجه أرسطو في هذه المحاورة الوهمية الحقيقية ما نعرف بالسؤال سقراط يتوجه بالسؤال الى بروتوكاروس عما يقترحه بالتحديد من اجل تعليم احد التلامذه المرتقبين، يجيب بروتاكورس يجيب سقراط قال اول شيء اعلمه كيفيه انه يهتم باموره الشخصيه حتى يحسن اداره بيته، بعد ذلك اعلمه كيف يهتم بامور الدوله بالسياسه حتى يصبح قوه حقيقيه في المدينه كمتكلم ورجل افعال، فيرد عليه سقراط يقول هل افهم من كلامك انك تقصد فن السياسه؟ وانك سوف تقوم بتربيه مواطنين صالحين فيقول ان هذا تحديدا ما افعله. هنا افلاطون يقدم صوره للفيلسوف بروتاغوراس بسيطه جدا مبالغ فيها في البساطه. رغم انه افلاطون يظهر احترامه للسفسطائيين الاشهر لكن يختلف معهم في كل عقائدهم وبالتالي لا احد سلم من عنده. لذلك سوف يعرض على وجه التحديد فكرة أنه ليس من المقبول ليس من الصحيح أو حتى من الممكن أن تدفع مال مقابل التعليم تعليم الفضائل مثل يعلمون الناس كيف يصبح مواطن صالح أو يصبح سياسي ماهر لهذا كان ادعاء السفسطائيين تعليم النجاح العملي هو ما ركز عليه افلاطون كل هجومه كانوا يعني لا يقبل عليهم إنه يعلمون الناس مقابل المال لذلك في الحقيقة كان هذا بعيد كل البعد عن أن يكون هو بالأساس منهجهم لا أبدا لأن هؤلاء الفلاسفة السفسطائيون كانوا يدرسون الناس أمور يعني لا يوجد علم لما يدرسوا قواعد اللغة نظريات اللغة بأكملها البلاغة النقد الأدبي الموسيقى الفنون القانون الدين الأخلاق السياسة أصل الإنسان المجتمع الرياضيات وكذلك علوم الطبيعه بأكملها يدرسوها وان كان مقابل مال يعني الان هسه اللي يدرسون فلاسفه ما ياخذون اموال لذلك من بين هؤلاء الذين قدموا منهج متكامل للتعليم العالي هو فيلسوفنا بروتاغارس فبدأ هو بروتاغارس بروتاغارس وكذلك الصوفستان الاخرين بدأوا يحلون كناشرين للحكمه محل من؟ محل الشعراء التقليديين الخياليين شعراء القصائد المحلمية فلاسفه ذوي الاطوار الغريبه تذكرون هؤلاء اللي كانوا يعملون بدون اجر مثل فيلسوفنا انكساغوراس حدثنا على بحلقات سابقه، لذلك لا ريب انه بعض السفسطائيين تخصصوا في بعض المواد بينما الغالبيه من عندهم قدموا لك مواد يعني لا يوجد علم لم يحصرون انفسهم به. على سبيل المثال بروتاغورس كتب رساله عن طبيعه الالهه يقال انها اول ما قرات على الملا في بيت الكاتب التراجيدي يوري بيديس. لذلك من المؤكد انه اهم شيء عند هؤلاء كان الاهتمام بالقانون وبالحكومه، لانه حاكم المدينه بريكليس اوكل اليهم بالتحديد الى بروطاغوراس سن قانون في مدينه جديده في جنوب ايطاليا، يقال ان بروطاغوراس وبريكليس حاكم اثينا بقوا يوم كامل يتناقشون في امر واحد، مساله قانونيه واحده تتعلق بتحديد الجاني في حوادث القتل الخطا. منافسات الرمح ويحدث بها قتل من هو الجاني يوم كامل بقوا يتناقشون في هذا الموضوع أيضا كان بروتوكارز يفسر معاني القصائد وأيضا درس اللغة وألف بها حتى أنه وصف أن يعني كان يوصفوه بالنحوي الأول أما بالنسبة للموضوعات الأقل ارتباط بالفلسفة فسوف يظهر بروتوكارز في محاورات أفلاطون وهو يناقش قضايا أخلاقية عديدة مختلفة وأيضا يناقش طبيعه المعرفه سوف يكتب كذلك بروتاغوراس مقال عن الحقيقه يتضمن المقوله الشهيره التي تقول ان الانسان مقياس كل شيء وهاي وحدها يراد لها تفسير كامل في الحلقات القادمه. كل هذا جعل من فيلسوفنا بروتاغوراس رجل موسوعي باهر كان كذلك بالفعل حتى انه كتب حتى كتاب عنده عن المصارعه. لكن مع ذلك كل ما وصل اليه فيلسوفنا بروتاغوراس لا يقارن بسفسطائي اصغر من عنده بالسن هو الفيلسوف هيبياس هذا الفيلسوف كان من الناحيه العمليه مستعد لتدريس كل العلوم لا يوجد علم لا يستطيع ان يدرسه لم تقف مواهبه بعد التدريس ابدا روى افلاطون في احد المحاورات انه هيبياس تباهى بانه عندما ظهر لاول مره في العاب اللي تقام في جبل اولمب لينقي بعض قصائده هذا بنفسه يقول انه صنعت يعني صنع نعالاته صنع عباته صنع سترته صنع حزامه صنع حتى الخاتم اللي يلبسه بنفسه حتى قاروره العطر او غيرها الزيت وكذلك حتى الفرشات اللي ما اعرف كان ينظف بها نعاله او ملابسه هو بنفسه يصنعها لذلك في اول ظهور العلني اللي يبدعه حسب ما يقول هو انه جمع من اموال كثيره، كان هذا الفيلسوف مستعد لإلقاء الخطب امام الملأ وتلقي الاسئله من كل الحاضرين ويجيب على كل الاسئله. وعندما يعني يكون في فتره استراحه لا يصنع ملابس، لا نعالات، لا حلي، لا اي شيء، كان يلتهي بالتاريخ وبالرياضه، يجمع المسائل الرياضيه والفلسفيه على حده، لذلك كان يكتب بعض المسرحيات، لكن افلاطون مع ذلك كان يسخر من عنده وهذا مو غريب عن افلاطون، افلاطون وسقراط وارسطو كانوا يعني حمله شعواء على هؤلاء الصفصطائيين والحقيقه هي مبالغ بها لذلك لم يكن هذا الفيلسوف يبتاوس تعليم عميق في موضوع فلسفي واحد لا لكن مع ذلك هو كان موسوعي ماخذ من كل جانب شيء مع ذلك هو قدم اسهامات يعني الى حد ما عظيمه في بعض العلوم يعني يقال انه اكتشف احد المنحنيات الهامه في الهندسه لذلك التاريخ وهو الحكم لن يقر بما قال هيبتاوس عن نفسه كان يقيم نفسه نقل افلاطون عن هيبتاوس قوله لم اجد قط رجلا يتفوق عليه في اي شيء لا التاريخ كثيرين هم افضل من عنده ذكرهم فيلسوفنا الاخر استفسطائي انتيفون احد استفسطائيين الاكثر تواضع من هيبتاوس وكانت كلماته مليئه ومفعمه بالتشاؤم يعني اللي راح لربما هو اول المتشائمين، يقول ان الحياه كلها مدعاة للشكوى الحياه ليس فيها ما هو مميز او عظيم او نبيل كل شيء في هذه الحياه تافه وواهن وزائل ومحزن كتب ايضا وما الحياه الا يوم واحد لا تلبث الا لهذا اليوم الذي ما أن نرى فيه النور حتى ننقل أماناتنا إلى الجيل القادم أهم كتابات الباقية لهذا الكاتب لهذا الفيلسوف تتحدث عن الأخلاق وتحديدا ماهية العدالة وهذا من المرجح ما كان يدرسه على وجه الخصوص الطلابة كان مهتم بالأحلام وتفسيرها يبدو أنه قدم نوع من خدمات العلاج النفسي كأول معالج نفسي بالتاريخ سفسطائي آخر اللي هو جورجياس السفسطائيين الاكثر تخصص لان كان خطيب مفوه مشهور الف عده كتب عن البلاغه الف جورجاس عده كثير من الخطب التي كانت تدرس وتقارن كنماذج للجدل الاقناعي لذلك كانت اطوالهن هي الخطوه التي كان يتحدث بها عن هيلين هيلين اللي هربت مع باريس بالالياذة والأوديسة الهوميروس اللي خانت زوجها جامنون وهربت مع عشيقها باريس مالف خطبه يدافع عنها يعني لاحظ ما يهتمون بالعداله والظلم بقدر ما يهتمون بانه يقدم لك فد خطبه بلاغيه يدافع بها حتى عن الظلم المهم يقدم خطبه بلاغيه لذلك يعني افلاطون بناحيه محق ركز كل هجومه على هؤلاء السفسطائيين على هذا الجانب لانه ادعى انهم هؤلاء ما يهتمون بالحقيقه في جدارهم بل فقط تعليم تلاميذهم مقابل المال يعني خدع يعني مهم خدع من اجل ان يفوز بالجدال لا اكثر ولا اقل، لذلك لم يكن يهتم السفسطائي ما اذا كانت القضيه عادله او غير عادله فقط اللي يهم من يكون صاحب حجة قوية الصفصطائيين يعلموك كل أنواع الحيل يعلموك كل أنواع الجدل اللي تفيدك في المنافسة يعني يقال في أحد المرات يعني التاريخ يذكر أنه كان أحد الصفصطائيين يضع حصو في فمه ويتكلم حتى تخيل بالحالة إذا توخر الحصو فكيف سيكون كلامه بحيث لا أحد يستطيع أن يوقف في وجهه من الكلام يضع حصو ويتكلم ويجرب أنه لسانه كيف يعني إذا بوجود الحصو يتكلم بطلاقه، عندما يذهب الحصو كيف يتكلم؟ كان نفسه هذا يذهب إلى أحد الكهوف ويضع سكاكين بالطول وبالعرض ويبدأ يعني يتكلم مع نفسه يلقي خطبة ويحرك إيديه، يجب أن تكون حركة الإيد يعني إلى حد معين لأنه السكينة سوف تأذيه فحتى ما هو القصد؟ القصد عندما يأتي إلى أثينا ويلقي خطبة يعني حركات إيده تكون يعني ماذا نقول مغريه او رائعه او جيده بحيث هو يعرف الحدود اين كيف يشمر بطريقه هندسيه لذلك ارسطو سوف يكتفي ايضا اثر افلاطون اثر استاذ افلاطون ويواصل هجوم القاسي على السفسطائيين يقول انه مهمه هذا السفسطائي هي الوصول الى صوره الحكمه دون الاهتمام بالحكمه دون الاهتمام بالحقيقه لذلك السفسطائي رجل يكسب المال من الحكمه الظاهريه غير الحقيقيه هذا الكلام الارسطو وبعد ما انتهينا من السفسطائيين حلقات اخرى شكرا لكم